انا غبت عنكم امبارح، رجعت لقيت مصر كلها برامج تلفزيونية ويوتيوبرز وكل الدنيا قالوا لي أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي وقع وخلص مع النادي الأهلي. قلت لهم يا جماعة بقى أنا أغيب يوم ألاقي الدنيا متغيرة كده كلها؟ قالوا لي آه. قلت لهم مين قال إن أشرف بن شرقي وقع؟ قمت عامل سيرفي تاني كده على المصادر بتاعتي. إيه يا جماعة اللي حصل؟ 6 فبراير، 6 فبراير، اه النهائي 6 فبراير يا استاذ. قمت راجع للناس، يا رجاله في ايه حصل يا اخوانا؟ ما تفهمونا ايه اللي حصل. قالوا لي اول حاجه الكلام اللي قالوه دلوقتي هو اللي انت قايله من اسبوع او 10 ايام، مش انت قلت يا زلماطي ان انس صاحب مستشار بن شرقي واخوه اسمه ايه؟ لحظه اجيب لك اسم اخوه. أخوه اسمه إيه؟ أخوه اسمه إيه؟ اسمه رشيد. وقع الراجل كريم لندن، مش أنت اللي قلت جايين يستمعوا لوجهة نظر النادي الأهلي وطلباته؟ قلت له آه. قال لي طب هو ده اللي حصل. هما استمعوا لوجهة نظر النادي الأهلي وأرقامه وإيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي يجرى. قال لي مفيش أكتر من كده. قلت لهم يعني دلوقتي أشرف بن شرقي ما مضاش مع النادي اللي مع النادي الاهلي؟ قالوا لا ما مضاش والله، لو مضى كنا هنقول لك، احنا هنخبي عليك حاجه. قلت له انت مش معنى الكلام طلع دلوقتي؟ قال اهو حد بقى حب يبصيها وبصاها وشاطها وجابها جول. طب يا اخوانا اشمعنى دلوقتي؟ ما الموضوع ده خلصان بقى له اسبوع 10 ايام. ده انا اللي قايله، انا اول واحد في مصر قاله. هم سمعوا عرض النادي الاهلي زي ما انا قلت، لكنهم لم يتفقوا على المبالغ الماليه ولم يدخلوا في مفاوضات جد، والمفاوضات لم تكن مع مسؤولين رسميين في النادي الاهلي، كانت مع مقربين من اداره النادي الاهلي زي ما انا قلت. فالكلام اللي بيتقال ده على بن شرقي انه خلص في الاهلي، ما خلص. اه القعده تمت وانا قلت لك سمعوا سمعوا، بس مش مع مسؤول رسمي في النادي الاهلي. اقول تاني، بن شرقي لم يوقع مع النادي الاهلي المصري، واخوه رشيد واخوه وانس مستشار وكريم لندن قعدوا مع مقربين من اداره النادي الاهلي، ما خلصوش حاجه. سمعوا انتوا الاهلي، الناس المقربه من الاهلي سمعوا عنده استعداد يلعب النادي الاهلي؟ اه عنده استعداد يلعب النادي الاهلي. ايه طلباته؟ إيه تقديره ماليا وادبيا. طب التقدير المالي والادبي ده يبقى شكله ايه؟ يبقى هو اللاعب الاعلى. احنا ظروفنا معروفه وعقود النادي الاهلي معروفه، مش هتبقى فيها القفزه الكبيره، لكن نقدر نعمل له طرديه من خارج النادي، من خارج اداره النادي او خارج المساله الرسميه. طيب ماشي، هل عنده استعداد يوقع في يناير المقبل؟ هنساله. ده الموضوع اللي خلص. لكن لا وقع مع النادي الاهلي ولا اتفقوا على مبالغ ماليه ولا حصل اي حاجه. انا اللي بقول قبل كده السنه اللي فاتت قعدوا يبيعوا بزيزو كل القنوات وكل البرامج وكل المواقع، وطلعت مع طيب الذكر الاستاذ منيب عبد الهادي وفي حضور الكابتن مصطفى يونس وقال لي لا ده احمد سيد زيزو خلص. قلت له ما خلص، مش جاي النادي الاهلي، النادي الاهلي ما دخلش في مفاوضات جاده معاه، والنادي الاهلي لن قال لك ايه، لو متاحين في يناير هنخلص. ثم انا قلت لك ايضا ان اشرف بن شرقي عنده عروض اماراتيه ضخمه وسعوديه وقطريه، لكن اكثر العروض جديه هو العروض الاماراتيه وتحديدا اهلي دبي او غيره، لكن هو لسه ما مضاش لحد لانه لا يحق له التوقيع الا في يناير المقبل، الا في يناير المقبل. فالكلام اللي بيتقال عن ان اشرف بن شرقي خلص مع النادي الاهلي غير صحيح بالمره. طب اشرف بن شرقي يرحل في يناير؟ اداره الزمالك ترغب في رحيله من في يناير اذا لم يجدد، ولكن هو عاوز يقعد لنهايه الموسم والرحيل مجانا. هكلمك بس الاول في اشرف بن شرقي. وانا اللي قلت لك ان مسوده العقد اتكتبت بين نصر عزام محامي نادي الزمالك وكريم لندن اللي هو وكيله، لكن هو قبل السفر للمغرب رفض يقعد ورفض يخلص وقال لهم نأجل الموضوع ده شويه بعد الاتفاق على كل شيء وتعهد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق بترضيته ماليا ودفع الفرق له ماليا من خارج خزينه النادي. يبقى اشرف بن شرقي لم يوقع مع النادي الاهلي. وكل ما يقال اهل مصر وكل ما يقال في هذا الامر حتى الان لا اساس له من الصحه. لو وقع هاجي اقول لك والله.
والله ما اخبي عليك حاجه ابدا، لكن هو ما وقعش مع النادي الاهلي. واشرف بن شرقي يميل الى التوقيع الخليجي مش الى نادي مصر. ماشي الحال؟ ده موضوع اشرف بن شرقي بكل امانه والله. مش انا اللي اجي اقول لا ده اشرف بن شرقي بيخلص مع الاهلي عشان اغيظ حد زملكاوي، لا يبقى انا كده مش امين. مش امين مهنيا، انا اقول الامانه المهنيه. الامانه المهنيه ان اشرف بن شرقي مساعديه انس مستشار رشيد اخوه كريم لندن قعدوا مع مقربين من اداره النادي الاهلي، سمعوا عرض الاهلي. لكنه ما وقعش مع النادي الاهلي ولم ينتهي من اي شيء في هذا الاطار، وان كل ما يدار ويجري في هذا الامر هي حرب اعصاب من جمهور النادي الاهلي او من سوشيال النادي الاهلي على اقرانهم في نادي الزمالك. لكن كمعلومه سليمه 100% هذا الامر غير صحيح جمله وتفصيلا.